بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام أحبابي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم كما راكم تشوفوا معايا، شاركت معاكم كيكة ولا أروع، كيكة بالتفاح تجينا بزاف بنينة، خاصة للأطفال بما أن المدارس راهم على الأبواب. يلا البنات نشوفوا تحضير الكيكة والمقادير مع بعضنا إن شاء الله. كما كنت تشوفوا معايا هنايا حبيباتي، المقادير جد بسيطه، ما عندناش مقادير كثيره. عندي هنايا 3 حبات بيض، وعندي هنايا البنات كاس تاع فرينه، وعندي كاس ماشي معمر سكر، وكاس ماشي معمر حليب، وواحده خميره، وكاس ثاني ماشي معمر زيت ولافاني بطبيعه الحال باش نكول العجينه تاعنا. اول حاجه البنات نبداو التحضير، نحطوا البيض والسكر، نخلطهم مليح غير بالفوي، ماشي ما نحتاجوش باتور، نحتاجو غير الفوي، يعني كيكه سهله وبسيطه. شوفوا المقادير البنات، يعني ما عدناش مقادير بزاف، وتقريبين موجودين في كل المنزل. نخلطوا البيض نتاعنا مليح البنات مع السكر، نخلطوه مليح 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 مع السكر، من بعد نضيفوا له الزيت. نخلطوا البيض نتاعنا مليح. شوفوا البنات هذه الكيكه صراحه تجي هايله، وثانيك مليحه للاطفال، يعني توجدوها لهم ليه ليه، يعني توجدوها لهم غير في الصباح وتقدروا توجدوا هذه الكيكه، يعني ماشي حاجة اللي المهم البنات برك شعلوا لها الكوشة قبل ما تبدأوا تحضروا، باش هكاك الكيكة تاعكم بالخف الطيب بالخف توجد وتحضريها لوليداتك. المهم نحطوا الزيت على الدفوعات بهذه الطريقة البنات، وحنا نخلطوا كما كنتم تشوفوا معايا الفيديو راه مفصل. هاد الكيكة البنات راح نستعملوا فيها التفاح، راح نشوفوا في اخر الفيديو كيفاش نعملوا التفاح، لاني ما بديتش بالتفاح باش ما يكحالش، الكيكه هي الاولى. المهم البنات نحط الحليب تاعي، هذا كان عندي هنايا كاس ماشي معمر الحليب، يعني كيما الحليب تقدروا تعوضوه بالماء عادي، تقدروا تعوضوه بالماء ولا تقدروا تعوضوه باي عصير عندكم. هنا يا البنات نكهو الخليط نتاعنا بالفانيليا، ولا كان عندكم اي عطر، قشور البرتقال ولا قشور الليمون ولا المهم اي عطر عندكم تقدروا تنكهو به العجينه تاعكم. المهم في الاخير تحصلوا على كيكه ولا اروع، كيكه لذيذه بزاف وراح تعجب الاولاد نتاعكم، وإن شاء الله راح تعتمدوها في المنزل لأنها بمقادير جد بسيطة. هنا يا البنات استعملت واحدة خميرة وزن 10 غرام، نستعملوش زوج فقط واحدة. خلطوا مليح العجينة تاعنا كما راكم تشوفوا هنا يا البنات، خلطوها مليح. وإلا بغيتو يعني تضيفوا لها اي مكون ولا اي عطر ما تحبوه كما قلت لكم ضيفوا له. نبقى نخلطوا البنات العجينه تاعنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا. من بعد البنات انا يا زدت ضفت لها يعني قليل 2 معالق او 3 نتاع فرينه، لانه ذاك الكاس ما كفانيش، ضفت 3 معالق فرينه للخليط نتاعنا، ونخلطوا الخليط مليح لهذا الشكل راكم تشوفوا فيه. كما كنتم تشوفوا لازم تحصلوا على هذا القوام البنات.
انا يا عندي هنا المول هذا اللي راح نستعمله هنا التفاح يا البنات، انا كنت قطعته على هذا الشكل كما راكم تشوفوا، يعني قطعته في اخر لحظة باش ما يكحليش التفاح ونتحصل على الكيكة اللي انا بغيتها. هنا يا البنات هذا المول انا كنت دهنته بشوية زيت وخبرته بشوية سميد، ماشي فارينة، غبرته بشوية سميد باش ما يلصقليش. هذا المول اول مرة راح نستعمله، خفت يكون يلصق لي، على بها دهنته بشويه تاع زيت ودرت له شويه تاع سميد باش ما يلصقليش، وستفوا فيه كامل ديك التفاح نتاعنا اللي كنا قطعناه على هذا الشكل، شرائح التفاح نستفوهم بهذه الطريقه البنات في هذاك المول كما كنت تشوفوا معايا في الصوره، نستفوه بهذه الطريقة. بالنسبة للمول البنات استعملوا أي مول عندكم، أنا كان عندي هذا استعملته، لكن تقدروا تستعملوا مول مدور ولا مول مربع كيما بغيتو نتوما، المهم يعني المهم نخدموا الكيكة، ماشي الصح في المول الصح في الكيكة، يعني خدموا الحلوة تاعكم في أي مول عندكم، ماشي ضروري يكون مول كيما هذا كما كنتم تشوفوا هنايا معايا البنات. بعد ما استفدت كامل التفاح نتاعي في ذاك المول، نجيب الكيكة تاعي كما كنتم تشوفوا هنايا ونفرقها على ذاك التفاح بهذه الطريقة البنات، بعد ما يطيب راح التفاح كامل يطلع بالكيكة تاعنا بهذه الطريقة البنات، منخلو حتى حاجة في الباسينة كما كنتم تشوفوا، كامل نحيو ذيك بقايا تاع الحلوى تاع العجينه تاعنا بهذه الطريقه، وندخلوا يعني الكيكه تاعنا للكوشه. بعد ما كنا سخناها لازم تكون سخونه الكوشه تاعكم، ندخلوا الكيكه تاعنا فيها، وبعد ما تطيب ان شاء الله البنات راحين نتلاقى كما كنتم تشوفوا هنا يا البنات. هنايا شوفوا البنات هاي الكيكه تاعي بعد ما وجدت، شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي، تجينا من اروع ما يكون وتجينا لذيذه بزاف. هنايا البنات انا ما عنديش الناباج، استعملت المعجون ودهنت به كامل الكيكه تاعي، هو ثاني البنات راح يعطيكم ذوق هايل الكيكه تاعنا. ها هي الكيكه تاعي بعد ما وجدت البنات، شوفوها كيفاش تجينا دايره، تجينا هايلة وهشيشة ومن أروع ما يكون، وراح يحبوها كل ما راح اللي يتذوق عندك راح يحب هذا الكيكة، وخاصة العائلة وولادك هما الصح اللي رايحين يستمتعوا بهذا الكيكة. إن شاء الله تعجبكم البنات، وما تبخلونيش بالاشتراك في القناة، وفعلوا عندكم زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، بارتاجوا القناة باش كامل مع أصحابكم أحبابكم، ونخليكم في أمان الله.